صباح الخير يا طلاب الحلوين، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم. اليوم يا مس سوف نقف في حصة اللغة العربية ونكمل ما أخذناه في درس يوم الاستغناء. سوف أقوم الآن بهذه الحصة بشرح واستخراج بعض القواعد من درس يوم الاستقلال. أتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الحصة أن يكون قادر على يفسر معاني الكلمات بشكل سليم، يتعرف الأفكار الواردة في الدرس، بيان معاني بعض المفردات الصعبة وغير المألوفة. هيا بنا نبدأ. يوم الاستقلال، الاستقلال تأتي بمعنى هي التحرير والتحرير من العدو، وهذا الدرس يتحدث عن المملكة الأردنية الهاشمية عندما قمنا بتحريرها من الاستعمار الخارجي وأصبحت تحت القيادة الهاشمية، وهو يكون في يوم 25/5 دائما من كل سنة تقوم المملكة الأردنية الهاشمية بالاحتفال بهذا اليوم. سوف أبدأ الآن. لبس جمال ملابس الكشافة. لبس أنه قام بلبس هذا الشيء في الزمن الماضي، إذن ماذا هي؟ فعل ماضي. جمال اسم، ملابس اسم، الكشافة اسم وتحتوي على لام قمرية. انظر، يوجد السكون، إذن ما هي لام قمرية؟ ونوع الهمزة هنا همزة وصل. انظر كيف قرأتها، ملابس الكشافة. دغري وصلت بي إن الكلمة ملابس وكلمة الكشافة. وذهب إلى بيت صديقه حسام. أنه ذهب، ذهب حسام إلى بيت صديقه، إذن ذهب فعل ماضي إلى عبارة عن حرف جر، ودائما يأتي بعد حرف الجر ماذا يأتي؟ اسم مجرور، وهو بيت. بيت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وحسام هي عبارة عن اسم. رحب به حسام وقال. رحب هي عبارة عن فعل ماضي، وهي تأتي بمعنى أنه تقول بالترحيب، هي بأن نقول للضيف أهلا وسهلا. حسام هي اسم وقال فعل ماضي. سوف نتعرف اليوم على شيء جديد اسمه جملة القول. بعد كلمة قال وتكون بعدها دائما النقطتان الرأسيتان فوق بعض، نقطتان فوق بعض، يكون دائما جملة تسمى بجملة القول. بعد كلمة قال ماذا تكون جملة القول؟ جملة القول هنا لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ هنا تأتي هذه جملة القول بأنها تكون ماذا؟ جملة ماذا؟ علامة السؤال، جملة استفهام. أحسنتم، ولماذا هي تعتبر واحدة من أداة الاستفهام؟ لماذا تحمل أعلام الأردن؟ هنا هذه الجملة تعبر عن أسلوب الاستفهام، تحمل هنا عبارة عن فعل مضارع، أعلام مفرد ولا جمع؟ أحسنتم، جمع تكسير، وهي جمع لمفرد علم الأردن، اسم وتحتوي على لام قمرية. يا جمال هنا ماذا عندي؟ يا، هل تذكرون أسلوب النداء الذي قمت بشرحهم لكم؟ يا هي أداة النداء وجمال هو ماذا؟ المنادي. أحسنتم. قال جمال هنا كمان يوجد عندي ماذا؟ يوجد عندي قول. عندما أخبرتكم عندما يكون قال يعني فعل ماضي يوجد عندي جملة قول. هل الآن جملة القول هذه نريد أن نزين بها ساحات المدرسة؟ نريد فعل مضارع، نزين فعل مضارع، ساحة اسم والمدرسة اسم، وهي عبارة تحتوي على لام قمرية وهمزة وصل. أحسنتم. اليوم هو 25 من أيار. كلمة اليوم أو اسم اليوم يحتوي على لام قمرية، الخامس كمان تحتوي على لام قمرية وهي اسم، والعشرون تحتوي على لام قمرية وهي اسم من حرف أيار. كلمة أيار وهي أيار عبارة عن واحد من الأشهر الميلادية وهو شهر 5. أيار هي وهي تحتوي على همزة قطع. انظر، هو يوم الاستقلال. قال حسام هنا أيضا، قال هي فعل ماضي، حسام اسم، ودائما
أخبرتكم دائماً أن بعد كلمة قال أو فعل قال ماذا يكون جملة قول؟ أحسنتم. وجملة القول هي ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ هنا كمان جملة القول عبارة عن أسلوب استفهام لأنها احتوت على أداة استفهام وهي ماذا، وإن إشارة الاستفهام أو إشارة السؤال. جملة الجملة هي عبارة عن جملة استفهامية ستفعل فعل مضارع، المدرسة اسم وتحتوي على لام قمرية وهمزة وصل. قال جمال: سأذهب لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقوم في وسط المدينة. لا هي عبارة عن حرف جر، مشاهدة دائما حرف الجر ماذا يتبع؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الاحتفال هي عبارة عن اسم تحتوي على لام قمرية وهمزة وصل. السنوي انظر على السين ماذا شد؟ أحسنتم. إذن ما نوع اللام هنا؟ لام شمسية. وما نوع الهمزة؟ همزة وصل. الذي سيقام في وسط المدينة في حرف جر، ووسط اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. المدينة تحتوي على لام قمرية وهمزة وصل. قال حسام، قال فعل ماضي ودائما بعد قال ماذا جملة قول، وجملة القول هي هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. جملة القول نحتفل، ونحتفل هي فعل مضارع. هكذا نكون قد قمنا بشرح هذا الدرس واستخراج القواعد الأساسية. الرجاء كتابة هذه القواعد البسيطة على الكتاب المدرسي، وشكرا لحسن استماعكم.